بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم جميعا، معاكم محمد أحمد من قناة فيكراس. في فيديو النهاردة هنوضح إزاي تقدر تصنع مبرد مائي أو ووتر بلوك يقدر إن هو يتحمل 3 سيرمو إلكترو كولر أو 3 قطاعات بلتر، وزي ما واضح الكفاءة بتاعته تقريبا 100%. ومش بس كده، المفاجأة إن أنت هتعمله بأقل من ربع تمن الووتر بلوك الأربعة في أربعة اللي ما بتحملش غير قطعة واحدة. وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم، يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومه لحد محتاجها. تابعوا معانا. في فيديوهات سابقة وضحنا ازاي تقدر تصنع نظام تبريد باستخدام السيرمو الكتريك كولر، زي ما واضح امامكم عملنا تلاجة في الفيديو ده قدرنا نوصل بيها درجة حرارة الماء لصفر مئوية، تمام، 9 لتر مية. ودي ده الفيديو ده وضحنا ازاي نقدر نصنع تكييف، يعني وضحنا الفكرة كمبدئية وقدرنا نوصل درجة حرارة هواء مباشر 13 في 13 درجة مئوية. بس المشكلة كانت مع الناس مش قادرين يحصلوا الوتر بلوك. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنصنع الوتر بلوك. نبدأ على ورقة الله. دي الأدوات المستخدمة، قطع ألمونيوم 4 × 4 × 2 سنتي، دي بتتباع عند الناس محلات الألمونيوم مطابخ الألمونيوم، وقطعة سنتي في سنتي على حرف يو بالشكل ده. طبعا بتشتريها بالكيلو، بتشتري الطول اللي انت عايزه وبتخليه يوزن لك الكيلو. قطعتين خشب بالشكل ده نقطعهم ونخليهم بمقاس ان هم ينفعهم ان هم يقفلوا يسدوا قطع الألمونيوم، ولو عندك اي بديل للخشب هيكون افضل. وطبعا ماسورة نحاس زي اللي واضحة امامكم دي بالشكل ده. وبعد كده انا قصيت القطع الألمونيوم بطول أقل من طول القطعة اللي هي 4 × 2، وبعد كده قصيت الماسورة بطول القطع الألمونيوم دي بحيث إن الماسورة تكون واحدة طويلة، إن هي تدخل جوه في الماسورة بحيث إن هي تسيب تقريبا 2 سنتي أو 3 سنتي داخل الماسورة كمساحة فراغ ليها. بالشكل ده أنا هقصها باستخدام مقص الماسورة، لو مش متاح معاك تقدر باستخدام زرادية أو مقص عادي تقدر تقصها، أو حتى لو سكينة. قصيت القطعة الطويلة زي ما واضح أمامكم، هتبقى خارجة من طرف بره 2 سنتي تقريبا، وهتبقى جوه بالشكل ده، طبعا مع مراعاة المسافة اللي هياخدها قطعة الخشب. وبعد كده هقص قطعة تانية تكون صغيرة بالشكل ده. أظن كده الفكرة وضحت، واحدة طويلة واحدة صغيرة، بحيث إن المية لو هتدخل من الطويلة تمشي مسافة كبيرة لحد ما تخرج من الصغيرة أو العكس. هنجيب منجلة وهبدأ أثبت فيها القطعة الخشبية، واحدة في الاتنين، هعمل فيها ثقبين مناسبين لدخول المواسير، المواسير النحاس بالشكل ده باستخدام الشنيور. نعمل الثقب التاني باستخدام بنطة مناسبة طبعا، وانا مركبها في المنجلة عشان خشبة منها صغيرة ممكن الخشبة تكسر منها. لو عندك قطعة ألمونيا أو عندك قطعة بلاستيك أو قطعة فيبر هتكون أفضل بكتير من الخشب. أنا بوضح بس في الفيديو دي تجربة، علشان في ناس كتير كلمتني إن هي مش لاقية الوتر بلوك وإن هي عطلانة ومش قادرة تنفذ المشروع ده، تمام. باستخدام البنطة المناسبة طبعا وسعتها شوية ببنطة تانية بحيث ان الماسورة الالومنيوم او ماسورة النحاس تدخل بالشكل ده. لو مش لاقي ماسورة نحاس في مواسير الومنيوم المتوفر معاك، دي مواسير من اللي هي بيستخدموها الناس بتوع التكييفات او فنيين مكيفات، تمام. اصبحت معايا بالشكل ده القطعة الخشبية. هجيب الانبوبتين اللي هو بيسموه لزق حديد او لزق الانبوبتين بالشكل ده، واعمل الخليط بتاعهم اللي هو تقريبا 50% على 50% من كل انبوب، وهبدأ اخلطهم مع بعض كويس باستخدام مسمار باستخدام اي حاجه معاك. طبعا هو بيجي معاهم قطع بلاستيكيه بس ما بتقعدش معايا، بتعمل اول مره وبعد كده بتبوظ. هبدا احط على القطع الالومنيوم، لان لزق الانبوبتين ده كويس جدا في نقل الحراره، انا جربته كتير عن تجربه في اجهزه كتير لما كنت شغال في الشبكات، كان بيبقى الدهر ان هو ينقل معايا الحراره بشكل كويس جدا. وجبت قطعه حديد مناسبه ان هي تدخل في القطع الالومنيوم، وحطيت عليها المنديل ده بحيث ان هو يثبتها ما تسقطش مني بالشكل ده، تمام. هركبها جوه شكله مناسب، اسيب من ناحيه 2 سم تقريبا ومن الناحيه الثانيه 2 سم. انا قاطع القطع الالومنيوم اللي هي الحرف يو بالشكل ده واخليها جوه بالشكل ده. طبعا اقدر اركب 3 قطع او 4 قطع باستخدام مشابك. هثبت القطع الحديد اللي خارجه بره علشان تضغط عليها وتثبتها كويس في قطع الالومنيوم، وتحاول ان هي تقلل الفراغات او المسافات ما بينهم وبين بعض. في الوقت ده ابدا استغل باقي اللزق اللي معانا، وهبدا اقفل على قطع من قطع المواسير او الماسوره من اللي معانا على الخشب بالشكل ده. هبدأ أقفل عليها بشكل كويس،
تمام. لو الناس شايفه ان انا بتكلم بسرعه تقدر توقف الفيديو او تقدر تبطئ الفيديو او تقدر تعيد اللي انا بقوله تاني. وباستخدام بنس هبدأ اضغط عليها بالشكل ده علشان تدخل جوه تاخد معاها بعض من اللزق علشان تقفل كويس. والماسوره الثانيه زي ما واضح واحده هتبقى جوه صغيره خالص تقريبا سنتي، والثانيه هتبقى جوه لحد ما انها تخرج الميه او تبدا تاخد الميه من الاتجاه الثاني. يعني واحده فيهم هتدفع الميه والميه لازم انها تضطر انها تعدي الجسم كله وتمشي في الجسم كله علشان تخرج من الاتجاه الثاني. فانا كده اكبرت الميه وعملت للميه مسار من خلال المواسير، وبعمل الميه مسار ثاني من خلال قطع الالومنيوم اللي هي على الحرف يو اللي هي سنتي في سنتي اللي هتبقى موجوده جوه. طبعا في قطع الومنيوم بتستخدم في مجاري الازاز بيستخدموها في الفيتارين، القطعه دي بتبقى 3 شرايح الومنيوم ممكن تستخدمها تبقى افضل من دي، بس دي اللي كانت متاحه امامي اللي كانت موجوده يعني ما كانت موجوده معايا انا ما اشتريتهاش لانها كانت موجوده عندي. انا اشتريت بس اللي هي قطع المربع الصندوق اللي هو 4×2 ده، تمام. بقيت بالشكل ده اظن الفكره وضحت. انا كده عملت جوه اتجاه تاني وركبت كمان قطعه تقدر تركب التالتة وتقدر تركب كمان قطعه في الاتجاه التاني بحيث ان انت تعمل تخلي المايه جوه ان هي تمشي بصعوبه فالمايه تبدا ان هي تاخد كل الحراره اللي بتدخل جوه. ورغم ان انا عملت الاتنين دول بس وما كترتش لان انا كنت زي ما وضحت انا كنت بجرب، انا ما بعملش حاجه هشتغل بيها، انا بعمل حاجه عشان اعمل بها تجربه. ان انت لا، انما انت لو هتعمل حاجه تشتغل بيها تقدر تركب اتنين، تقدر تركب ثلاثه، تقدر تركب اتنين فوق واتنين تحت، المهم انك تخلي المايه تتحرك ببطء بحيث ان هي تاخد درجه الحراره اللي خارجه جوه. وبعد كده هركب القطعه واتاكد طبعا بظبط المواسير بحيث ان المجاري اللي جوه اللي موجوده جوه في الحروف اليو ما تضايقنيش او في الالومنيوم اللي جوه هتكون بالشكل ده. شايفين الماسوره هنا هتخرج الميه، الميه هتمشي تعدي من حرف اليو الاولاني تدخل في حرف اليو الثاني وبعدين تمسح المسافه من جوه في قلب المربع الالومنيوم عشان تخرج من الاتجاه الثاني في الماسوره الثانيه بالشكل ده. وطبعا زي ما وضحت لو في عندك ألمونيا او بديل للخشب تقدر تستخدمه، انا بجرب في الفيديو ده. ولو مفيش عندك غير الخشب هنوضح ازاي تستخدم الخشب باستخدام برضو اللي هو لزق الانبوبتين ده. انا كده بحط عليه وهعمل خليط على القطعة الخشبية علشان بحيث ان انا اغطيها كلها زي ما واضح امامكم، هغطيها كلها زي ما اكون هعمل عليها طبقة من البلاستيك او طبقة من المادة اللي هي بتاعت المعجون ده وبتبقى قوية جدا لما بتنشف. وطبعا الخشب اي حاجة قابل لأي حاجة انها تلزق فيه. وهبدأ اعمل عليها زي جوان بالشكل ده واقفلها من الاربع اتجاهات ومش هسمح ان المية توصل للخشب خالص، يعني هقفل كل حاجة علشان امنع ان المية توصل للخشب خالص. وبعد كده هركبها بالشكل ده اصبحت ان هي قافلة والخشب ماليش اي دعوة بالمية خالص، تمام. نيجي على الاتجاه التاني وهبدأ اقفله حوالين المواسير بحيث برضو ان انا امنع ان المية توصل للخشب، المهم ما فيش اي مية توصل للخشب خالص. وكمان تقدر انك تخلي الخشب مثلا تحطه في زيت فالخشب مش هيشرب مية، بس لو متوفر عندك بلاستيك او الومنيوم تقدر طبعا توفر الومنيوم عشان لو انت هتعمل حاجة تشتغل بيها لازم تكون الومنيوم، الالومنيوم هيكون افضل كتير. ولو ما فيش الومنيوم تقدر تجيب فبر، تمام بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اقفل المسام بالبواقي دي واحاول بقدر الامكان ان انا ادار الخشب خالص واخلي الخشب مش باين منه اي حاجة بالشكل ده. عملت خلطة تانية طبعا قطع الالومنيوم بتبقى موجودة عند الناس اللي هما بيعملوا مطابخ الالومنيوم، بوضح تاني. والمواسير النحاس بتبقى موجودة عند الناس بتوع التكييفات او عند المحلات بتاع قطع غيار المنازل اللي بيستخدموها في السخانات، بيستخدموها في التكييفات، بيستخدموها في التلاجات، بيستخدموها في حاجات كتير. يعني الادوات المنزلية قطع غيار الادوات المنزلية هتكون موجودة فيها ان شاء الله، تمام. انا كده قفلت الخشب تقريبا خالص ما عادش في اي حاجة باينة من الخشب. القطعة الاربعة في اربعة دي انا جايب منها متر ونص تمنهم تقريبا 60 جنيه، والقطعة اللي هي سنتي في سنتي انا جايب منها 3 متر عاملين تقريبا 40 جنيه، يعني الموضوع كله 100 جنيه اقدر اعمل منهم زي ما شايف. عندي دي طولها 20 سنتي تقريبا اقدر اعمل كذا قطعة، يعني المفروض الاتنين اللي انا هحطهم امامكم دول اقل من 50 جنيه. دلوقتي انا هركب عليهم ريداتير ومروحة اللي كنا عملناهم قبل كده في فيديو سابق وهنجربها على 3 قطع بلتر وهنشوف النتيجة مع بعض. تابعوا معنا. رجاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فور بثه. نبدأ نجرب على بركة الله. طبعا ده مبرد ماء احنا وضحناه قبل كده في فيديو لما كنا بنعمله لجهاز الكمبيوتر، وضحنا طريقة عمله وان شاء الله رابط هيكون موجود اسفل الفيديو. انا كده هبدأ اعمل دورة المائية مغلقة، يعني انا بمشي المية ودخلت المية كده في قلب المبردة المائية او الوتر بلوك اللي معانا عن طريق مضخة، وهفضل منتظر لما الهواء كله يخرج بره زي ما واضح عنكم.
طبعا انا بعمل تجربة يعني مش هخرج الهواء كله، بس النتيجة والله يعني نتيجة فائت تخيلي، يعني فائت. انا كنت متوقع ان النتيجة يعني هتديني 70% 80% من الوتر بلوك، النتيجة عدت يمكن 95% 98%، رغم ان كان في هواء موجود. ودول 3 قطع بلاتر طبعا، الاتجاه الموجود عليه الكلام والاتجاه البارد، وركبتهم كده يعني. حتى كمان ركبت الثلاثة بلاتر اي كلام، يعني مش مثبتهم قوي، يعني فيهم اجزاء مش واصلة، يعني التبريد لو ما كانش قوي مش هيدي معايا نتيجة اصلا. تمام، انا كده وصلت الكهرباء، بدأ يبرد فعلا، وبدأت امسكهم من الاطراف بحيث ان انا اشوف فعلا هم موصلين حرارة او في فرق حرارة ما بين جسم البلاتر وجسم الالومنيوم. لقيت النتيجة كويسة، بدأ يجمع التلج ده في ثواني، يعني التلج اللي عليه ده بعد ثواني، بعد اقل من دقيقة زي ما واضح امامكم. لو زودنا عدد الشرائح الألمونيا اللي موجودة بالداخل هنحصل على نتيجة فوق الممتازة، هنحصل على نتيجة 1000000%. يعني دي في ثواني قدرنا نجمع التلج، قدرت تجمع التلج. والصور اللي هتشوفوها دلوقتي دي يعني أقصى حاجة كانت 10 دقايق، أنا ما سبتش التجربة أكتر من 10 دقايق عشان أشوف الوضع هيبقى عامل إزاي والتبريد هيبقى عامل إزاي. و10 دقايق برضه أنا جربت فيهم المية، لقيت إن المية يعني ما شاء الله نقل الحرارة كلها بالكامل. وكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات. ما تنسوناش من صالح دعواتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.